السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال. سلي. حكم الأناشيد اللي بينشدها رجال وبيكون مصاحب، هي بتكون مسجله بيكون مصاحب لصوتهم دف ومؤثرات، حكم تشغيلها في الافراح النساء، يعني في الافراح الاسلاميه للنساء. ليس فيها معازف، اليس كذلك؟ ليس فيها معازف، بس ولكن غلبت الظن ان الدف ده اللي ضربه رجال. والله يا اختي مثلها مثلها يجوز. بارك الله فيك. شكرا. شكرا.